الحرب هذه أثرت علينا بشكل كبير 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 جدا. يعني إحنا بنحكي عن انعدام كامل للقطاع الزراعي، صار عندنا جميع أنواع القطاع الزراعي سواء إنتاج حيواني أو نباتي أو صناعات غذائية، فيعني كل القطاعات دمرت. ولكن بتكلم أنا في القطاع الزراعي، يعني ما ضل أشجار ولا حمضيات إلا وتم تجريف أراضي، عدد كبير من الأراضي تم تجريفها، دفئات زراعية كبيرة، مساحات ضخمة تم تجريفها، غير الأراضي اللي ما تم تجريفها فيها خسائر اقتصادية بسبب عدم وصول المزارعين إليها في ظل الحرب، وغير إنه تم تدمير يعني خلينا نقول المحلات التجارية اللي كانت تختص في الأسمدة والمبيدات والبذور، فهذا كله مش موجود اليوم. يعني إحنا اليوم أنا بالنسبة لي رجعنا إلى تحت الصفر، يعني إحنا كنا واصلين مرحلة إنه إحنا بدنا نغير وقدرنا نغير في القطاع الزراعي، بس اليوم إحنا في رجوعنا هاد بلشنا من تحت الصفر. حاولنا يعني بالقليل إنه نزرع، نعمل اكتفاء ذاتي في البيت، إنه نوفر إيش ما نقدر، لأنه كنا نعيش في مرحلة مجاعة حقيقية في شهر 1 و2 و3، وإحنا عدنا على مدينة بيت لاهي في شهر 2. يعني لما رجعنا نزرع أنا وأخوي وأبوي إنه هذا الإشي في دمنا، يعني موجود داخليا في دمنا إنه لازم نزرع. قررنا نزرع في البداية، طب بس شو بدنا نزرع؟ فيش أراضي. التحديات الثانية اللي هي عدم توفر المياه بشكل أساسي ومستمر، معاناة كبيرة جدا. يعني الأسمدة والمبيدات مش متوفر بشكل مطلوب، اللي هي حتى يعني نشتغل عليها بشكل سليم حسب الإرشاد الصح. البذور مش متوفرة، إحنا اليوم بنعمل البذور من بقايا النباتات السابقة، بنجفف هذه المنتجات بناخذ البذور اللي داخلها. زرعنا لأرضنا، أول ما رجع أبوي على الأرض صار في تشجيع من المزارعين إنهم يرجعوا يحاولوا يستصلحوا أراضي، صار في عودة. بعد هيك الناس اللي بدها تزرع كمان في البيوت صاروا بدهم يزرعوا، صاروا يجونا ناس يعني بشكل بسيط في البداية. لما وقفت المساعدات ووقف كل إشي على قطاع غزة وشمال غزة، الناس خلص صار أملها الوحيد إنه يزرع هذه الأشتال وينتج منها ويأكل منها. في بداية المجاعة كنا نعيش على الخبيز والأعشاب، وهذا إشي كان على مرأى العالم، بس دخلنا في الصيف لا عندك أعشاب ولا عندك خبيزة. هدف الرئيسي واللي كان يعني موجود من البداية لحتى اليوم كمان وإن شاء الله مش هنتغير عنه، هو نعيد إحياء أراضينا الزراعية، هذا أول هدف، وإنه نزرع على الناس جميع الطرق. حالياً إحنا بنشتغل مجهود شخصي، زودنا من محاصيل تانية، لوبيا، يقطين، فلفل، ريحان، اليوم كمان عندنا خيار، كوسة، قادم نزرعها لحتى نعمل اللي هو حركة في البلد. التجار تيجي تاخذ هذه الأشتال توصلها للناس سواء بيع أو مبادرات، اليوم صارت في مبادرات من أشخاص إنهم يوزعوا أشتال. إحنا بنحاول نزرع في أراضينا أو في ما تبقى من أراضينا لحتى نقدر نغيث أنفسنا ونغيث الناس الموجودين في الشمال. يعني بنحاول قدر المستطاع نعمل مش إشباع، نعمل وفرة بسيطة لهؤلاء الناس الموجودين، لأنه إحنا فعليا بنعيش في مجاعة حقيقية. يعني إحنا لو ما زرعنا، لو بدنا نقف شوية إنه نتطلع في حالنا شوي، إنه إحنا لو ما زرعنا في أراضينا الزراعية فعليا حنموت من الجوع. ان شاء الله هيك احنا فرحانها يا رب. تمام، انا بس اسقيها شويه مي. تمام تمام يا حجي.